محتاج تجوري؟ تعالوا أعرفكم على تجوري من شركة لوسل الكورية. ترى خوش تجوري، والحين بقول لكم ليش. 1. الأزرار باللمس. 2. تشتغل بالبصمة ولغاية 10 بصمات مختلفة. وطبعا شوفوا تصميم المميز، في منها ألوان مختلفة، ترى مقاومة للحريق بشكل ممتاز. لا سمح الله صار عندك حريق أو صارت درجة حرارة الغرفة إلى 1050 درجة مئوية، هذا التجوري يحافظ لك على أغراضك بدرجة تحت 150، يعني أمورك طيبة. تم اعتمادها من KS اللي هي المعايير الكورية والJIS اللي هي المعايير الصناعية اليابانية. لوسل الشركة الوحيدة اللي اجتازت اختبارات السرقة في كوريا، وهذه الاختبارات كانت يابانية بمعايير محددة، وترى ما يبيله فيها سنسر عالي الحساسية ضد الصدمات، يعني إذا أحد حركها أو طقها راح تصيد على طول. حياكم في بستر يوسفي، تعالوا شوفوا التشكيلة الكبيرة من التجوري اللي عندهم.